السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في درس جديد. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال الأعداد العقدية. الدرس هذا اللي كما لا يخفى عليكم أنه عنده واحد لابارتي مهمة، هي في الامتحان الوطني، يعني ما بين 2 نقاط 3 نقاط تقريبا. دونك هاد الأعداد العقدية هي عبارة عن واحد المجموعة، مجموعة كأيها المجموعات، يعني كأغ وزاد وأن. دونك كيف ما كنا كنعرفوا مجموعة الأعداد الحقيقية اللي هي أغ. أغ هي جامعة لنا كل شيء المجموعات، يعني ضمن أغ فيها أن وزاد، فيها كو زاد أن، زمان المجموعات كاملين ضمن هاد أغ هذا، مفهوم؟ ولكن جينا حنا طلعنا النيفو شوية الكو، حيتاش كو هي المجموعة الأكبر من أغ. حيتاش علاش؟ حيتاش زايد فيها واحد 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 ليليمون لي جديد اللي هو كنرمزو ليه بإي. هاد الإي هذا هو كيتسمى واحد العدد تخيلي، مفهوم الشباب؟ بحيث أن هاد إي إذا درت ليها أس 2 كتعطيني موانزا، مفهوم؟ هاد هي لا كونديسيون الجديدة اللي كاينة في المجموعة هذه، مجموعة الأعداد العقدية، مفهوم الشباب؟ بحيث هاد الأعداد العقدية كيمكن لنا نكتبهم على شكل واحد زاد، كيساوي أ بلس إي بي. بحيث هاد أ هذا عدد عادي، يعني عدد حقيقي، دونك ينتمي إلى أغ، وهاد بي حتى هو ينتمي إلى أغ، مفهوم؟ ولكن هاد زيد هذا كينتمي لي نومبر كومبلكس، الأعداد العقدية. علاش؟ حيتاش فيه هاد العدد التخيلي اللي هو إي، مفهوم؟ دونك هذا كيتسمى عدد حقيقي صرف، وهذا الاي بي كتسمى عدد تخيلي، مفهوم الشباب؟ اي فوا بي، ولكن بي عدد حقيقي، ولكن اي فوا بي هي كتسمى عدد تخيلي صرف. يعني هذا هي كملاش كيتركب ليا عدد تخيلي، عدد عقدي، مفهوم الشباب؟ دونك زيد كيتسمى عدد عقدي او نومبر كومبلكس، مفهوم الشباب؟ كرموز يمكن لنا نكتبو ليماجينار او العاد او لابارتي او لابارتي ايماجينار ديال زاد كتساوي هي اي بي، مفهوم؟ او بي، مفهوم شباب؟ و لابارتي ريال العدد الحقيقي ديال زاد كيساوي ا، ياك الشباب؟ دونك هذا كيتسمى la partie او الجزء التخيلي ديال زد، وهذا كيتسمى الجزء الحقيقي لزد، مفهوم الشباب؟ دونك بحيث مهما يكون زد بطبيعة الحال ينتمي الى سي، هذه هي المجموعه الجديده، مفهوم الشباب؟ المجموعه هي كمجموعه كايها المجموعات، يعني فيها قوانين التركيب الداخليه، قوانين التركيب الخارجيه، يعني هادشي في البنيات الجبريه، حيتاش اصلا سي بلس ملتيبليكاسيون ايتان كور، يعني ايتان واحد الجسم، جسم يعني باش يكون جسم خصو يكون حلقه، وباش تكون حلقه خصو يكون هاد سي بلس ايتان جروب، يعني مجموعه او زمره. هاد الملتيبليكاسيون هو واحد القانون تركيب خارجي على قانون تركيب داخلي اللي هو بلس، كيكون لا ديستريبيسيون كيكون لا كوميتاتيفيتي، دونك هذا الجسم تا هو تبادلي، يعني راه غادي نوصلوا للبنيات الجبريه وغادي نشوفوا كيفاش البلان ديال هذا الجسم هذا، مفهوم الشباب؟ دونك بحيث دونك بعض الخصائص ديال هذه دونك اي كيف ما قلنا بانها هي العدد التخيلي ديال زد، اي اس 2 كيف ما قلنا كتساوي ناقص 1، الا درنا اي اس 3 اش كتساوي؟ كتساوي هي اي اس 2 فوا اي، هي اي اس 2 فوا اي اللي كتساوي اس 2 لقينا بانها كتساوي موان زان فوا اي، دونك اللي هي موان اي، مفهوم الشباب؟ دونك هادشي جوستومون دي كالكول، اي على بويسونس 4 اللي هي اي اس 2 فوا اي اس 2، يعني موان زان مضروبه في موان زان اللي كتساوي 1، مفهوم الشباب؟ هكا غادي، يعني هادشي راه غادي ينفعنا من بعد، غادي نشوفو كيفاش داير هادشي. دونك هاد الاعداد العقديه هادو كينفعونا بزاف في لي زيكواسيون اللي كيكونوا ملي كنحسبوا لو ديسكريمينون كيعطينا انفيريور ا زيرو، يعني ملي كنحسبوا الدلتا كيعطينا انفيريور ا زيرو، كما كنا كنقولوا بانه لا يقبل حلا، ولكن منين
دابا عرفنا عدد العقليه، غنوليو كنخدمو كنحلو هذوك الاعداد، هذوك لي ترينوم اللي كيعطينا بانه بحال دابا ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، ملي كنحسب لي ديسكريمينون كيعطيني انفيريور ا زيرو. بون الديسكريمينون دونك كنقول بانه لا تقبل حلا، ولكن في هذه المجموعه هذه تقبل حلا. غادي نشوفوا كيفاش كنجاوبوا عليها، مفهوم الشباب؟ دونك الا خدينا، دونك دابا كندير انا غير كملخص. دونك الا خدينا زد بحيث كيساوي ا بلس اي بي، والزد بريم خديته هو واحد ا بريم بلس اي بي بريم، ياك؟ دونك اذا كان زد يساوي زد بريم فان ا بلس اي بي كيساوي ا بريم بلس اي بي بريم، سو كي ايكيفالون ان ا تساوي ا بريم و ب تساوي بي بريم. دونك هادو هما الخصائص ديال الجبر اللي كانت تساوي عددين عقليين، مفهوم الشباب؟ دوزو دابا للمرافق. الا قال لك اسيدي احسب لي المرافق ديال زيد اللي كنرمزو ليه بهاد بار اللي كتكون فوق الرمز اللي هو زيد، كتساوي لي هي ا بلس اي بي لو تو بار، مفهوم؟ اش كتساوي؟ كتساوي هي ا موان اي بي. علاش؟ شوف معايا دابا هاد بار هادي، هاد المرافق هذا فيما بانت ليا اي كيتقلب الاشاره ديالو، كان موان كيولي بلوس، كان بلوس كيولي موان، فقط في هذاك الفاكتور اللي كيكون فيه اي، مفهوم؟ دونك الا كانت نفترض ان الا كان عندنا اكس ناقص اي ايغريك، قال لك اسيدي دير ليها المرافق ديالها، دونك هذه كتساوي لي هي اكس بلوس اي ايغريك، يعني كتقلب فيما بانت ليا اي كانت الاشاره ديالها موان غتولي بلوس، مفهوم الشباب؟ دونك زد بريم بار تاعي غنقلبها غتولي موان ا بريم موان اي بي بريم، مفهوم الشباب؟ دابا هذا هو كيتسمى المرافق ديال واحد العدد عقلي، مفهوم الشباب؟ دونك في حالة كمثال ناخذ مثال، الا كانت عندنا سيدي ان بلس 3 اي، قال لك سيدي حسب المرافق ديالها اش كتساوي؟ دونك ان غتبقى ان، هنا فيها اي دونك كتولي موان 3 اي، مفهوم الشباب؟ مثال اخر، الا كانت عندي 7 اي، قال لك سيدي احسب المرافق ديالها اش غتساوي؟ غتولي ديريكتومون اللي هي موان 7 اي، مفهوم؟ ولكن الا كانت عندي واحد 5، قال لك سيدي احسب المرافق ديالها، غنحطها كيف ما هي، مفهوم الشباب؟ دونك كيف ما شفنا في هذا العجب هذا، الا كان عدد كيتسمى حقيقي صرف، يعني زد اللي كيتكتب ليه على شكل A بلس اي بي، يا اما يكون عدد حقيقي صرف او عدد تخيلي صرف او عدد عقادي، مفهوم؟ يعني كيتكون من عدد حقيقي ومن عدد تخيلي، مفهوم؟ هذا كيتسمى الجزء التخيلي وهذا الجزء الحقيقي، مفهوم الشباب؟ دونك في حالات الا كان واحد زد بريم كتساوي جوستومون ا، مفهوم؟ فان زد بريم بار كيساوي ا، نفسها كندير ا بار بحيث ا ينتمي الى اغ، الى درت ليه المرافق ديالو كيولي نفسه، مفهوم؟ والا كان واحد زد سكوند كتساوي اي فوا بي، يعني تخيلي صرف، يعني في غير لابارتي ليماجينار، يعني في غير لابارتي، يعني في غير اي فقط، كما قلنا الا كان في مكان اي كنقلبو، يعني كيولي اذا البار زد سكوند كتولي موان اي بي، مفهوم الشباب؟ بون كخلاصة، زد عدد عقدي إلا كان ينتمي إلى آخر، يعني حقيقي صرف، يعني حقيقي، يعني ما فيش لا بارتي ليماجينار، ما فيش ديك إي نهائيا، فإن زد بار تساوي زد نفسها، كنحطها نفسها كما درنا هنا في هذا المثال ديال 5، يعني 5 سوا 7 كيولي 7، يعني كنحطو نفسه، يعني المرافق ديالو نفسه. الحالة الثانية إلا كان زاد ينتمي لإي آغ، كنرمزو ليها هكا إي آغ، يعني عدد تخيلي صرف، تخيلي صرف، فإن زد بار كتساوي اللي هي المرافق ديالها كتساوي ناقص زد، ياك الشباب؟ دونك هادو هما العلاقة الأولى اللي استخلصناها، مفهوم؟ نشوفوا العلاقات او لي زابليكاسيون اللي كنديروا ما بين بحال بلوس ملتيبليكاسيون ديال لي نومبر كومبلكس. دونك الا كانت عندي زد بلوس زد بريم درنا ليها المرافق اش كتساوي؟ كيمكن ليا نفرقها، يعني كتولي هي زد بار بلوس
زد بريم بار، ياك. إذا كانت معندنا سيدي لا ملتيبليكاسيون ديال دو نومبر كومبلكس، المرافق ديالهم أو لو كونجوغي ديالها هو زد بار فوا زد بريم بار، بحيث هاد زد و زد بريم عددين عقديين، مفهوم؟ دونك إذا كانت عندنا سيدي لا ديفيزيون زد سيغ زد بريم درنا ليها تو بار، كتساوي كنفرق هذيك المرافق، يعني فوق المرافق ديال الفوقاني على المرافق ديال التحتاني، ياك الشاب. دونك هادو جوستومون دي هادشي اللي غادي نشوفو في لي كالكول، مفهوم؟ الا كانت عندنا سيدي زد على بيسونس ان ودرنا ليها المرافق، يمكن لي نخرج البيسونس على برا، يعني كنمشي ندير المرافق لزد وقال لي من بعد كندير ليه البيسونس، ياك الشباب. دونك هادو دي بروبريتي او خصائص ديال هاد المرافق، مفهوم الشباب؟ دوزو دابا المعيار عدد عقادي. دونك المعيار شنو كنقصدو بهذا المعيار؟ دونك المعيار بحال النورم او المسافه، مفهوم؟ دونك الا خدينا الا كان زد كيساوي ا بلس اي بي والزد بريم او نديرو الزد بار، شنو هو المعيار ديال هذا الزد؟ هذا ماشي المعيار، المرافق هو ا موا اي بي، ياك الشباب. دونك اذا مشينا حسبنا الزد فوا الزد بار اش غادي نلقاو؟ دونك نعوض كل واحد بالقيمه ديالو اللي هو ا بلس اي بي فوا ا موا اي بي، ياك. الى جيت حسبتها سيدي غتعطينا اللي هي ا كاري موا هاد لا بارتي او كاري، حيت هادي عباره ايدونتيتي ريماركابل، يعني موا اي او كاري اللي هي موان زان اتولي بلس بلس بي كاري، مفهوم الشباب؟ دونك الى جيت درت لوغ سين ديال هاد زد زد بار، غندير لوغ سين لا بارتي الاخرى، مفهوم الشباب؟ دونك هذا كيتسمى المعيار ديال العدد العقدي. دونك هاد زد زد الراسين ديال زد زد بار او اللي كيساوي ليها لو راسين دو ا كاري بلس بي كاري كيتسمى معيار العدد العقدي، العدد العقدي زد. وباش كنرمزو ليه؟ كنرمزو ليه بهاد لا فالور ابسولي او هذا كيتسمى معيار ديال زد، ياك الشباب. اللي كيساوي لو راسين دو ا كاري بلس بي كاري، مفهوم؟ يعني منين جبنا حنا اصلا هاد المعيار هذا؟ جبناه من زد فوا زد بار لو راسين ديالو، مفهوم الشباب؟ دونك غير كتبسيط، يعني اصلا القاعده هي هذه، غير نفترض ان هاد او بي كان استعصى عليا انني نجبدهم ولا شي حاجه، دونك غادي نلقاو دي كونديسيون، يعني تمارين اللي غادي نلقاو. بحال دابا كيعطيك هنايا بلاصه بي كتكون اكس ولا ايكغيك وكيقول لك جبدهم، كيولي كذا مجهول، كتمشي تجبدو وكيعطيك المعيار وكيخصك انت الطرق كيفاش تتلقى هذاك اكس. المهم غادي نتلاقاو مع تمارين اللي فيهم هاد العجب هذا. ناخذ امثله، ناخذ واحد المثال. دونك الا قال لك اسيدي واحد على ناقص اي المعيار ديالها، واحد ناقص اي المعيار ديالها كما قلنا هو لوغاسين دو ا كاري بلس بي كاري، هذه كقاعده، ياك. فين هو ا وفين هو بي؟ ا هو واحد وبي هو داك كيكون هو لو فاكتور دو اي اللي هو واحد، دونك ا كيساوي واحد وبي كيساوي واحد، اللي كيساوي ديريكتومون لوغاسين دو واحد كاري بلس، حيتاش لو فاكتور دو اي هو موان زان، حيتاش راه كاينه موان، حيتاش العدد العقدي، العدد العقدي كتكتبو على شكل زد كتساوي ا بلس اي بي، يعني الا كان بي نيجاتيف غتولي موان، مفهوم؟ يعني غتولي بلس موان زان او كاري، اللي كيساوي لو غاسين دو ان كاري بلس موان زان اللي هي ان او كاري اللي كتساوي ان، يعني ان بلس ان سي دو، مفهوم الشباب؟ دونك الا قالك اسيدي لا كمثال خدينا واحد سات اي، المعيار ديالها شنو هو؟ هو لو غاسين دو ا كاري بلس بي كاري، ا عندي هنا ما عنديش اللي هي كتساوي زيرو، بي كيساوي سات، يعني غندير ديريكتومون هو بي اللي هو سات او كاري اللي كيساوي سات، مفهوم الشباب؟ دونك هادو مجرد امثله. ناخذ واحد المثال اخر، هو دو بلس ام بلا ما نعقدوهاش بزاف، المهم ديرو ا بلس بلس دو اي، مفهوم؟ دونك المعيار هو دو او كاري بلس بي او كاري اللي هو دو او كاري، مفهوم؟
4 plus 4, c'est 8. Donc, le racine de 8. Ça fait 2 racines de 2. En forme de chèvre. Donc, il y a justement des exemples. Donc, le racine de la كخاصيات ناخذوهم. دونك الا كان عندنا سيدي المعيار ديال زد فوا زد بريم، يعني بحيث زد وزد بريم عددين عقديين يعني مختلفين، مفهوم؟ المعيار دوم هو المعيار ديال الاول مضروبه في المعيار ديال العدد العقدي الثاني، ياك الشباب؟ الا كان عندي لا ديفيزيون زد سور زد بريم المعيار ديالهم كامل كيساوي المعيار ديال الفوقاني سور المعيار ديال اللي كاين في النيميراتور، مفهوم الشباب؟ دونك الأخيرة اللي هي الأخيرة وليست بالآخرة، يعني هي كتساوي المعيار ديال الزد على بويسونس ان، كيمكن نخرج البويسونس على برا، يعني كنمشي ندير المعيار ديال الزد وفي الأخير ندير ليه البويسونس في الأخير، مفهوم؟ ككل. دونك إلا كانت عندي واحد العدد لامدا أو المهم واحد سكالير مضروبة في الزد، حسب لي المعيار ديالو، يمكن لي نخرج لا فالور أبسولو أو المعيار ديال لامدا فوا المعيار ديال زد، ياك الشباب؟ دونك هادو غي جوستومون دي هادو كيسهلوا لنا الحساب، حيتاش غادي نلقاو نتلاقاو مع التمارين غادي نشوفوهم ديال كيفاش زعما كيقول لك اسيدي اعطي الصيغه الجبريه ديال العدد عقدي، او المهم كيقول لك اسيدي احسب كذكر الصيغه الجبريه، حيتاش ديما زد كتساوي ا بلس اي بي، هذا كيتسمى الشكل الجبري للعدد زد، حيتاش نورمالمون في التمارين كيعطيك زد كتساوي كسر ديال واحد دو بلس اي فاكتور راسين دو دو موانز ان سور اي بلس دو راسين دو دو، بحال هكا كيقول لك كتب ليا زد على شكل عدد جبري 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 على الشكل الجبري، فهم؟ كي خصك تكتب هاد زد، هاد زيد هادي تكتب على شكل واحد اكس بلس اي ايكغيك، مفهوم؟ تكتب على هاد الشكل، هاد الشكل هذا هو كيتسمى الشكل الجبري للعدد زاد، مفهوم؟ يعني غتمشي دير المعيار، مش المعيار، غدير المرافق باش تحاول تخرج العجب هذا، يعني خص تحيد هاد اي من كاين في المقام وتطلع على الفوق، مفهوم؟ يعني هاد المقام هاد العجب اللي كاين في المقام تحيد منه اي، طلع اي الفوق، مفهوم؟ باش يكون اي واحد الاي اللي يبان لك هنايا في زاد، مفهوم؟ هذا هو كيتسمى الشكل الجبري، غادي نديرو تمارين عليهم وغادي نشوفهم كيفاش، مفهوم؟ دونك كقاعدة كما قلنا بأن الراسين دو زد فوا زد بريم كيساوي هو لو راسين دو أ بلس بي كاري اللي كيتسمى المعيار، مفهوم؟ هو المعيار ديال زد، اسمحوا لي أنا ماشي زد بريم، أنا زد بار، ياك؟ دونك كيتسمى هذا هو المعيار. كقاعدة إلا درت هذه مربع، مفهوم؟ غندير المربع لهذه وغندير المربع لهذه، دونك إلا بغيت أنا علاقة ما بين المعيار، كان عندي المعيار وبغيتو علاقة ما بين زد وزد بار، أش كيساوي؟ دونك المعيار ديال زد أو كاغي كيساوي ديريكتومون اللي هو لا فالور أبسولي ديال زد فوا زد بار، ماشي المعيار، لا فالور أبسولي، دونك اللي كتساوي ديريكتومون اللي هو زد فوا زد بار، اسمحوا لي زد بار، ياك؟ دونك ملي كنحيد لو غاسين ديما كندخل لا فالور ابسولي، ولكن هنا غادي يمكن لي نحيدها ندير غير زد فوا زد بار، مفهوم؟ دونك هادو كقواعد، مفهوم الشباب؟ دونك ندوزو دابا للتأويل الهندسي، غادي نديرو تمارين وغادي يبان لينا كلشي هاد الحجب هذا كامل غادي نخدموه بطرق مباشرة وغير مباشرة، مفهوم؟ دونك ندوزو للتأويل الهندسي، هاد التأويل الهندسي واحد دابا هاد زيد هادي يمكن لي نرسمها في المعلم المتعامد ممنظم، يعني كنقطة بحال دابا هاد زيد هادي راها عبارة عن نقطة اللي كتكتب لي على شكل أ بلس إي بي، راها النقطة هاد زيد هادي نقطة في معلم متعامد ممنظم، يعني في لونسومبل زيد في لونسومبل سي، يعني لي نومبر كومبلكس، هاد لي نومبر كومبلكس. دونك هاد زيد هادي عندها إحداثيات، شنو هما الإحداثيات ديالها؟ اللي هما أ و بي. هاد بي هذا ينتمي كما قلنا بانه تخيلي صرف، يعني هذا كيتسمى كينتمي للسي وهذا كينتمي للار، اه اي بي ياك ماشي غير بي، اي بي كتنتمي للسي و ا كتنتمي للار. دونك باش نجي نمثل هاد زيد هادي، يعني غير خصني واحد المعلم اللي فيه نمثل فيه الاعداد العقديه ونمثل فيه نمثل فيه لا بارتي ايماجينير، يعني الاعداد التخيليه والاعداد الحقيقيه. دونك
الأعداد التخيلية. دونك لاكس ديال الأعداد التخيلية هو هاد لوردوني، مفهوم؟ وهنا هاد لاكس هذا هو الأعداد الحقيقية، مفهوم؟ دونك إلى خدينا هذا، دونك أ هو العدد الحقيقي، كمثال جانا أ هنايا كمثال، حيتاش هادو أعداد بي و أ، أعداد حقيقية بي و أ، ولكن إي بي هو عدد تخيلي، مفهوم؟ كنمشي نرسمو على هاد لاكس هذا، يعني نفترض كان بينا، دونك فإن الزيل فين غترسم ليا؟ هو ذات الإحداثيات بي أ بي، مفهوم؟ دونك هذه هي النقطة زد، مفهوم الشباب؟ دونك هي النقطة او زد، مفهوم؟ دونك هذا كيتسمى كم نعبر عليها، دونك الا سميناها ك ام، ناخدوها ام، النقطة ام، دونك ام صورة العدد. دونك كيفاش غنديروا ليها؟ زد ذات الإحداثيات ا بلس اي بي الصورة ديالهم اللي هي ام ذات الإحداثيات ا بي، مفهوم؟ دونك كنقولوا بأن ام هي صورة العدد العقدي زد، ياك الشباب. وشنو كنكتبوا؟ كنكتبوا لا فيكس ديال لو نومبر زد ايتيغالا لو بوان ام، دونك ام اللي هي هذه الصورة ديالها أو اللحق ديالها، حيتاش لافيكس هذاك دابا كنسميوه اللحق، أو بمعنى الإحداثيات، يعني اللحق ديالها هما دوك أ و بي، دونك لافيكس دو زيد تيكالا إم ذات إحداثيات أ بي، مفهوم؟ دونك كان كيتغير المصطلحات كيتغيروا في هذه الأعداد العقدية، مفهوم الشباب؟ دونك زيد يسمى لاحق النقطة إم، نكتبوها زيد يسمى لاحق نقطة ام، مفهوم؟ الى رجعنا لهذا المعلم هذا اللي خدينا، دونك الى خدينا هذه المتجهة او ام، مفهوم؟ او هاد او لا او هاد الضلع هذا او ام، وخدينا او ام هو واحد مثلث، مثلث بطبيعة الحال قائم الزاوية، حيت هذه لا بروجيكسيون اورتوغونال سيغ لا سيغ هاد لابسيس هذا، مفهوم؟ دونك الى خدينا هذا المثلث قائم الزاوية كيحقق يمكن لينا نطبقوا فيه العلاقة ديال فيثاغورس، أو المهم دونك فيثاغورس كتقول لنا أن الوتر أس اثنان كيساوي هاد الضلع الأول زائد الضلع الثاني، هذا أس اثنان زائد هذا أس اثنان، دونك هاد الضلع هذا كنعرفوا بأنه كيساوي ليا أ، وهاد الضلع هذا اللي هو هذا كيساوي بي، مفهوم؟ دونك الضلع اللي هو الوتر أو إم حسب فيثاغورس فإن أو إم أس اثنان كتساوي الضلع الأول اللي هو أ كندير اللي هو أس اثنان زائد الضلع الثاني اللي هو بي أس اثنان، مفهوم الشباب؟ دونك إلا بغيت أنا النقطة أو المتجهة أو إم أو الضلع أو إم حيتاش مسافة اللي هي كتساوي جذر مربع، ندخل الجذر هذا اللي عجب هذا ديال أ أس اثنان بلس بي أس اثنان، مفهوم الشباب؟ دونك يمكن ندير لا فالور ابسولي ديال او ام، ولكن المهم غيكون داكشي موجب قطعا، مفهوم الشباب؟ دونك هاد ا او كاري بلس بي او كاري راه شفناها من قبل، اللي هي المعيار ديال العدد العقدي ذات الاحداث ديال العدد العقدي زد، زد ذات الاحداث مون زد كيساوي ا بلس اي بي، مفهوم؟ دونك اللاحق او المعيار ديال زد اللي كيساوي زد زد بار لو غاسين ديالو، مفهوم؟ المعيار ديالو المعيار دونك او ام انطلاقا من هذا العجب هذا اللي كيساوي لو غاسين دو ا كاري بلس بي كاري، انطلاقا من هذه ها هي ا راسين دو ا او كاري بلس بي او كاري كيساوي المعيار دو زيد، دونك او ام كتساوي المعيار دو زيد، دونك او ام كتساوي المعيار ديال زيد، مفهوم الشباب؟ دونك هاد او ام هذه يمكن لينا نعوضها هي المعيار ديال زيد، مفهوم الشباب ياك؟ دونك تقريبا هاد الشيء اللي كاين، غندير واحد الفيديو اخر بخصوص، المهم غندخلو في التأويلات الهندسية ديال الاعداد العقدية، ولكن قبل غادي نحاولوا نديروا تمارين باش نحاولوا نفهموا هاد العجب هذا، هاد لي نومبر كومبلكس، يعني في لي زيكواسيون داك العجب كامل، غادي نشوف دي زيكزيرسيس باش نحاولوا نفهموا الامور، مفهوم الشباب؟ دونك هاد الشيء اللي كاين الشباب،
نتمنى ان الشيء يكون واضح. غادي ناخذ تمارين، دونك اي حاجه ما فهمتوهاش ولا بون اي حاجه، المهم يمكن لكم تخليوها في التعاليق. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.